شوفوا البنات، نوع البامية ديت انا عاملاها تبارك الرحمن اكبر واحدة في هادية. بصوا منظرها، شايفين؟ رهيبة. اتعب وانا اقول رهيبة، انا اول مرة استعملها، بالتالي ما صورتش، قلت لما اخلصها وادوقها اذا طلعت حلوة هقول لكم عليها. البامية يا بنات رهيبة، شوفوا 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 الحجم، اكبر حجم كده، ده اكبر حجم. بصوا، واصغر واصغر، يا الله. بصوا نوع البامية ده ريفي، بامية سوبر اكسترا، انتاج مصري. انا اتصلت على البقال بقول له عاوزه، لان ما كانش عندي باميه، اتصلت على الماركت قلت له عايزه كيس باميه، راح مطلع لي الكيس ده. تحفه يا بنات تحفه، طول عمري مش عمري ما استعملت دي بصراحه، اول مره استخدمها النهارده، بصراحه رهيبه. فقلت اقول لكم علشان اللي بيعاني نفسي في موضوع الباميه، اي باميه دي تحفه. طيب خلوني اوصف لكم بالمرة كمان طريقة البامية دايت اللي انا عملتها. طبعا انا افضلها اكتر طريقة، بتسلق اللحمة بتاعتك السلقة العادية خالص، تحطي بصل طماط مبشور طبعا كله، مع ورق لوري، مع شوية حبهان، فلفل اسود، ملح، بتسلق اللحم عادي. بعد ما بتسلق اللحم بتبدأ المية تنزل للنص، هتبدأي تاخدي شفشق طماطم مع معجون طماط شوية وتحطيه على اللحم يغلي، بتروحي حاطة كيس البامية مع ليمون و بتدوقي الملح بتاعها مظبوط، خلاص بتزودي ملح لو حابة تزودي الملح، فصين توم، بتبدأي تحطيهم بقطعة زبدة صغنونة أو معلقة زيت زيتون، تحمريها، بعد كده تروحي حطها على في الجدر بتاع البامية كأنك عاملة طشة ملوخية، بس كده تغلي غلوتين بقى دوب خالص البامية معاها، وغرفيها وبألف هنا وشفا. تحب تغمسيها بربع خبزة لو عاملة دايت، أو بمعلقتين رز أبيض مفيوح بدون أي دهون، وادعولي على أحلى طبق بامية. بس والسلام عليكم. إذا كانت عجبتكم الحلقة البسيطة صغنونة وصف البامية مع أفضل نوع، ما يعتبرش أفضل نوع بس يعني نوع أنا استعملته ولقيته رائع، فحبيت أعكس لكم التجربة. وما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو، والسلام عليكم.